أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ومثل ما تابعنا في هذا التقرير المميز من العراق ونافذة النور التي أطللنا من خلالها على ذوي الهمم في العراق الحبيب، أيضا في فلسطين، ورسالة ومبادرة مجتمعية رقيقة ونبيلة كشعبي الشعب الفلسطيني، مبادرة فنية لتعليم فن الفسيفساء. استهدفت هذه المبادرة تنمية قدرات الطلبة والطالبات من فئة ذوي الهمم، كما أطلقت مبادرة سيدات فلسطين لأمهات ذوي الهمم، والتي عنيت واهتمت بشكل كبير بالدعم المعنوي وتدريب السيدات الفلسطينيات من أمهات ذوي الهمم، هذه الفئة المهمة التي سلط القانون الفلسطيني أيضا مثل باقي الدول العربية الاهتمام الجزيل حول اهتماماتهم واحتياجاتهم. هي تجربة نعيشها كلنا في هذه الدول الأربعة، ونتعلم من خبرات بعض كي نكون على قدر المسؤولية تجاه هذه الفئة التي تميز كل مجتمع وكل أسرة لديها مثل هؤلاء. حنشوف تقرير من فلسطين حول هذه المبادرة المجتمعية، وبعد التقرير يسعدنا أن نستضيف معنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت للكل ضيفتينا شيماء سامي ومريم النجدي، الأولى بطلة بارولمبية والثانية مبدعة وفنانة غنائية طربية. درست أميرة اللغة الإنجليزية وأدابها، متخصصة بالترجمة، متحدية الإعاقة البصرية التي لم تحد من بصيرتها وإرادتها، لتنسج قصة نجاح وأمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون نموذجا لم يكتفي بالحد الأدنى المتاح، بل ارتقت هامتها إلى علياء طموح القدوة، منتسبة إلى جامعة بيرزيت في ماجستير التنمية المجتمعية. الاندماج في البيئة الجامعية كان جدا سهل بالنسبة لي، كونت علاقات واسعة من خلال المشاركة الواسعة في الأنشطة اللامنهجية في الجامعة، ومن خلال التطوع. الإعاقة البصرية هي صح فيها تحديات، بس هي علمتني دائما أنه وجود التحديات بيعنيش أنه الإنسان يتوقف، بالعكس وجود التحديات بتخلي الواحد يصير يفكر في البدائل. ما زبطش هذا الحل بجرب غيره، ما زبطش هذا بجرب إشي تاني. فبقدر أحكي إنه إعاقتي البصرية علمتني كيف أتحدى وكيف أوجد حلول مختلفة للمشكلات. كسرت أميرة الصورة النمطية في حاجة ذوي الإعاقة للمساعدة الدائمة، لتكون هي المتطوعة في العديد من المؤسسات الفلسطينية الخاصة بذوي الإعاقة لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، ولتؤسس مبادرتها الخاصة اندماج، ولتكون مبادرة في جمعية بهمتكم لتسهيل حياة المكفوفين. بدت رحلتي التطوعية مع منتدى شارك الشبابي، وكانت فكرتي من التطوع أنه أنا بدي أتعلم أشياء جديدة، بدي أكتسب مهارات، وكمان بدي أفيد مجتمعي. وإضافة لذلك أنا كنت يعني دافعي الأساسي للتطوع أنه أنخرط في المجتمع بشكل أكبر، ويكون إلي وجودي في المجتمع مش بس بالأمور المنحصرة في جانب الإعاقة. إضافة لذلك أسست مبادرة اندماج، اللي أنا دايماً بحكي إنه هي مساحة آمنة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة. مبادرة اندماج هي هدفها إنه تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على إنهم ينخرطوا في المجتمع بشكل أفضل، بالتحديد في تركيز على موضوع الانخراط في سوق العمل. عملها اليومي في الإرشاد الوظيفي وتنسيق المشاريع للشباب ذوي الإعاقة جعلها قدوة حقيقية لأقرانها، ولتجعل كلمة مستحيل غير واردة في قاموسها، ومنها لأقرانها ذوي الإعاقة. أنا
أنا شخص كتير بحب يسمع الآخرين وكتير شخص بحب يدعم الآخرين ويعطيهم طاقة إيجابية، ودايماً الأشخاص بيحكوا لي قديش أنا يعني قديش بتوصلهم طاقة وقديش إنه أنا يعني بفضل ربنا لعبت دور مهم في حياتهم، قديش أنا دعمتهم وغيرت وجهات نظرهم لشكل ليفكروا بشكل إيجابي. كل هذا النجاح في الحياة العملية والأكاديمية لأميرة لم يمنعها من تطوير هوايتها في العزف والغناء وكتابة القصص لتكون شعلة من الحياة تستحق الاقتداء والدعم والتقدير.